السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كريما. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ودوس زر الجرس ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهات القناة. النهاردة الريفيو بتاعي عن الجاز وعن الكريم ده. عايز اقول لكم المكونين الاثنين دول تحفة بجد، هما الخلاصة للشعر. طبعا الجاز انتوا شايفين لونه متغير، هتسألوني وتقولي هو ليه لونه عامل كده. دلوقتي هقول لكم هو ليه لونه متغير بالشكل ده ومدي على زيتوني شوية كده. وبصوا بصوا شوفوا كمان ايه اللي تحت هنا، شايفين ايه ده؟ ده توم، ده توم. ايوه هو ده، ايوه توم ده كده. انا كنت ده فصوص توم وانا مقطعاها وحطاها كده معايا. المهم يلا خلونا نبتدي الاول بالجاز. هقول لكم الجاز ده عبارة عن ايه والازازة دي عبارة عن ايه. النهاردة انا بقالي يا جماعة حوالي 7 8 شهور، بس 8 شهور وانا بستخدم التركيبة دي، وهقول لكم السر. بصراحة شعري اتحسن عليها جدا وكانت نتيجتها كويسة معايا جدا، وبالنسبة لي كانت حاجة كويسة جدا، وما كنتش مصدقة ان انا شعري ممكن يظبط على حاجة، مع اني انا حد استخدم حاجات كتير جدا وعلاجات كتير للشعر ومع ذلك ما كانش بيجيب اي نتيجة مع شعري خالص. النهاردة بقى هقول لكم الازازة دي عبارة عن ايه. الازازة دي عبارة عن جاز، ايوه زي ما انتم شايفين كده. انا كنت جايبة جاز وكان جاي في البخاخ السبراي ده زي ما هو كده، وانا فضيت عليه زيت زيتون هنا، وفضيت عليه زيت هندي، كان عندي بواقي زيت هندي كده حطيتها عليه كمان، وجبت 3 4 فصوص ثوم وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده. اللون بدا يتغير لانه بقاله قطع، يعني بقاله شويه كتير، بقاله كام شهر موجود في الازازه، فطبيعي ان لونه يغير. شايفين شكله عامل ازاي؟ المهم انا جبت ثوم وقطعته زي ما انتم شايفين كده، قطعت الفصوص، قطعت الثوم 4 أرباع زي ما انتم شايفين كده، جبت 3 4 فصوص ثوم وقطعتهم فيها. المهم وبعدين حطيت المكونات الزيوت الطبيعيه اللي انا قلت لكم عليها، ده زيت زيتون مع زيت هندي كان موجود عندي، وكنت محتاجه زيت ثوم ما كنتش لسه جبته، قطعت بديله فصوص ثوم زي ما انتم شايفينه كده، وبعدين رجعت جبت زيت ثوم خام وحطيت عليه برضو في الازازه هنا. ودول كده المكونات السحريه بتاعتي هنا في ده. حضراتكم ممكن لو عندكم اي زيت طبيعي، زيت زيتون، زيت سمسم، زيت لوز، زيت جوجوبا، زيت جرجير، اي نوع زيت عند حضرتك انت تفضليه مع الخلطه دي ومع الجاز، بصوا تحفه. وغير ان هو طبعا بيقلل من ريحه الجاز الموجوده، الا انه هو بيبقى الزيوت دي كلها مفيده للشعر. وطبعا هقول لكم على الاختراع الثاني ده، الكريم. الكريم ده انا جبته زي ما انتم شايفين كده. الكريم ده انا بقالي برضو فتره كويسه بستخدمه، كانت نتيجته حلوه معايا بصراحه. الاثنين كانوا حلوين، بقالي فتره بستخدمهم والاثنين جابوا نتيجه بصراحه هايله في شعري، وكنت راضيه عنهم جدا وعن نتائجهم بالنسبه لي وبالنسبه لشعري الاول ده. غير ان انا عايزه اقول لكم بقى على اهم 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 معلومه واهم حاجه ممكن ان انتوا تعملوها، هو قص الشعر. قص الشعر في الايام القمريه، الا وهي الايام القمريه هي ايه؟ هي يوم 13 و14 و15 من الشهر العربي او اللي هو الهجري اللي احنا بنقول عليه الايام القمريه. فيه تقصوا الشعر، طبعا بتقصوا ازاي؟ بتكونوا غسلين الشعر ويكون مندي مبلل شويه كده، وبعدين تجيبوا المقص وتساووا الاطراف على بعضها، ومع كل فتحه مقص تسمي الله وتقصي اطراف الشعر. طبعا عايزه اقول لكم ده برضو عامل من العوامل الاساسيه ان الشعر يتقل ويبقى كويس. وعايزه اقول لكم انتوا هتستخدموا المكونين دول ومش هتندموا بجد. الجاز طبعا كله معروف سعره، وده بحب اقول رينج اسعار برضو تابخ. والجاز بيتباع في اماكن كتير واماكن مختلفه باسعار متفاوته زي ما احنا عارفين. يعني انا دي كنت جايباها ب 35 جنيه الازازه دي، طبعا يعني برضو لسه فيها حبه كتار كده. والكريم زي ما قلت لكم بجيبه ب 50 جنيه، دي تاني علبه كريم استخدمها طبعا بيقعد معايا كتير. والجاز طبعا دي اول علبه استخدمها وبقالها معايا، يعني متخيلين دولت بقالهم 6 7 شهور معايا موجودين معايا الشوي دول، فبالنسبه لي كان حلو جدا. وان شاء الله جربوه وقولوا لي ايه رايكم. انا بالنسبه لي كانت النتيجه بالنسبه لي مرضيه وكويسه جدا. ويلا اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. باي.